خلال حفل توقيع اتفاقية الشراكة بين مصرف الشارقة الإسلامي والقيادة العامة لشرطة الشارقة، جاء الإعلان عن إطلاق بطاقة السعادة المخصصة حصريا لموظفي القيادة العامة لشرطة الشارقة وأفراد أسرهم. عملنا بطاقة عبارة عن بطاقة فيها عدة خصومات تهيئ لموظف القيادة العامة أن يكون سعيد في هذه الخصومات كلها، سواء كانت خارج الدولة أو داخل الدولة. فهذه هي الشراكة الحقيقية بالنسبة لإسعاد عاملين في القيادة العامة لشرطة الشارقة. وتعتبر هذه البطاقة خدمة متميزة يقدمها مصرف الشارقة الإسلامي حصريا لموظفي القيادة العامة لشرطة الشارقة ضمن اتفاقية الشراكة الجديدة بين الجانبين، والتي سيتبعها العديد من التسهيلات والخدمات الخاصة بموظفي الشرطة. طبعا البطاقة لها عدة مميزات، أهم واحد بالشكل وواحد بالمضمون. بالشكل طبعا شايفين شكل مميز يحمل شعار قيادة العامة لشرطة الشارقة، ويحمل الشعار المعتمد من مركز إسعاد الموظفين في شرطة الشارقة اللي هو شعار السعادة، ويحمل اسم الموظف وتعريف خاص بالموظف بشكل رقم بيجي تحت الاسم. هذا بالشكل. في المضمون البطاقة تحتوي على أكثر من 1500 عرض خاص بمنسوبي شرطة الشارقة، إن كان من السفر، إن كان من المتاجر التجزئة، إن كان من مطاعم، إن كان من مستشفيات، إن كان من أوتيلات حول العالم. الهدف أنه نعطيهم حصومات وندعمهم من أجل إرضاء شرطة منتسبية شرطة الشارقة، ونكون جزء من إسعاد الموظفين وشرطة الشارقة، وإن شاء الله بكافة الإمارات بإذن الله. بطاقة السعادة تتيح لموظفي شرطة الشارقة الاستفادة من مزايا هذه البطاقة الأولى من نوعها في المنطقة، وبذلك يكون اسم السعادة الذي أطلق على هذه البطاقة هو اسم يليق ببطاقة مقدمة إلى من يحافظ على سلامة المجتمع ويصون أمنه في كافة أرجاء الإمارة. بطاقة السعادة هي باكورة الاتفاقية والشراكة الاستراتيجية بين مصرف الشارقة الإسلامي والقيادة العامة لشرطة الشارقة. لأخبار الدار فايزة الضنحاني.